يا السودان من نطيت القرار ليش ما موتتني؟ اضربني طلقه انا قتلني وخلى موت ليش قطعت رزقورة؟ والله عشان والله مطلوب 80 مليون. تجفيف لبحيرات الأسماك وتضييق على أرزاق المواطنين وأموالهم بقرار من حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني للتغطية على فشلها في حل أزمة شح المياه وعدم الوصول إلى اتفاق يعيد للعراق حصصه المائية المكفولة دوليا في ظل ضعف وهوان فقدت بموجبه البلاد سيادتها وحضورها الفاعل بعد أن كانت رقما صعبا في المنطقة. حالة طوارئ يعيشها مربو الأسماك في العراق بعد قرار وزارة الموارد المائية ردم المزارع المرخصة منها وغير المرخصة، ما تسبب بحدوث خسائر كبيرة للمربين، وهو ما قد يؤدي في المستقبل إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام من السمك إلى 20,000 دينار بعد أن وصل إلى نحو 8,000 دينار عراقي بسبب قلة العرض. يا محمد الشاعر السوداني، يعني ما سيله الوزير اليمك، ما سيله جاي يسوي ما يسوي انت. مناشدات لا تلقى آذانا مصغية وسط استغراب العديد من مربي الأسماك إقدام الحكومة على هذه الخطوة التي وصفوها بالجائرة، في حين أنها تغض الطرف عن المكاتب الاقتصادية والعتبات الدينية التابعة لمرجعية النجف التي تستثمر في قطاع الأسماك. تكاليف إنتاج عالية وتعقيد حكومي يشوبه الفساد والمحسوبية في منح الإجازات الخاصة بتربية الأسماك، فضلاً عن نقص الأعلاف والعلاج وعدم تعويض مربي الأسماك عن حجم الخسائر الكبيرة التي تلحق بإنتاجهم نتيجة انتشار الأمراض والملوثات المائية. مطلوبين فلوس وقاعد شعر روسنا، شلون يعني الدولة تريدنا نتذابح ويامنا؟ نتذابح وياب العلم، نتذابح وياب الفقيس، ويا من التذابح ويا الناس اللي مأجرى البحيرات. مراقبون أشاروا إلى أن الإجراءات الحكومية تعني أن الأسواق المحلية ستفقد 50,000 طن شهريا من الأسماك لاعتمادها على البحيرات الطينية والأقفاص العائمة، في ظل أزمة الجفاف التي تسببت هي الأخرى بخسارة كميات كبيرة من الأسماك ولا سيما في البحيرات والأنهر الفرعية كما حصل في بحيرة الحبانية في الأنبار. قرارات غير مدروسة بردم بحيرات وأحواض الأسماك التي تغطي 70% من إنتاج الثروة السمكية في العراق، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم حماية المنتج المحلي من قبل الجهات الحكومية، فضلاً عن فتح باب الاستيراد للأسماك المجمدة من مصادر مختلفة من بينها إيران التي يضيق خفر سواحلها إلى جانب خفر السواحل الكويتي على صيادي العراق في مياه البلاد الإقليمية بشواطئ الخليج العربي، في ضرر لا يقل خطره عن ضرر ردم البحيرات على الثروة السمكية في العراق.